فترة الإنشاء. فترة الإنشاء بس. وفترة التشغيل الدائم كام؟ مع إذن حضرتك المحطات كدائم مش كتير، ليه واحد؟ إنما الدائم حضرتك يا سيادة المحافظ فين؟ في الحقول. الحقول. بيتقل بالوضع بعد ما كان العدد الكبير بعد ما كان هنا بيبقى في الحقول. والحقول يعني اسمها كده بالظبط. مفيش حاجة. أنا مهندس طايق الأجهزة المسؤولة عن المحطات زي محطة حضرتك يعني. لكن الهيوز في العمالة هيبقى هناك في يا فندم احنا دلوقتي جميع مدارس الصناعية في أسوان كل مدرسة فيها أربع فصول طاقة شمسية. ومدرسة طاقة شمسية كاملة بالبيت. هو ده اللي الله أكبر.